حاجة خطرة أوي لازم أقولكم عليها. وفي خلاصنا لازم نروح نقبض عليهم، نقبض عليهم عملوا حقيقي، عملوا مصايب كتير وبيحاولوا يقتلوا الناس كلها. لازم نروح نقبض عليهم. اتبعوني عمرو. شيجو معانا، اقعد حبتين هنا شوية. يلا يا حنان نقعد مع اسكر ده شوية شوية لحد امتى؟ نحن لسه رايحين لهم بعدين. ادي قولته بعدين نام نام. هو فين القرد صح؟ هو مرضاش يجي. معرفش ليه. مش معنى انتوا كلكم قاعدين في مركبة كل وحد نايم على سرير وحد نايم على سرير برضه. انا الوحيد اللي نايم على خشب. شوف لك حتة تانية بقى. مش عادي تنام في الارض. نشوف لنا حتة تانية. باي باي. أنا كمان قلتلكوا كده خلاص لا تكونوا تقبضوا عليه. زيد الكرسان ايه توميت؟ احنا جايين لك من طرف الظابط. روح روح بلغ عنك. ماشي تعالوا حراسي. في ايه؟ تعالوا في ايه؟ خلصوا عليهم. ليه؟ ده ما خنتوني هتخنوني. تعالوا دي احسن. انتوا معايا. تعالوا السجن معايا. بس احس دروش تهربوا من هنا. تعالى عفريت ترميهم في المية. امرك. لا لا نروح نعرف ممكن يطلع عندهم حق اصلا. هعمل حادثه صوروا عجلة الكوينة. لا استعد عند المدفع. مستعد سيفي في اي وقت. صلك هنا جاهزين؟ فلتبدأ العملية. ايه ده؟ الإشارة بتاعتهم اختفت. في حاجة حصلت لهم. لازم نروح لهم. مستعدة؟ ايه ده؟ فين الباقي؟ ايه ده؟ فين العربية؟ هتلاقي في حتة غريبة. روح قبلنا. مش مهم. يلا نكمل ماشي. اتجاه من هنا. يلا. هنروح نقبض عليكم يا شباب. انتظروا فقط حتى نقبض عليكم. عندك حق. انتظروا فقط حتى نقبض عليكم. العربية عرفت توصل لك. احنا قاعدة قدامنا تقريبا. اه
يا في حد اشاره تحتنا لهم هما مش الخطه بتاعتنا مش هتنفع لما طلعوش عملتنا سفينه حصل لهم تمين عايز ايه لا بخاف وعايز اعلمك درس ورا فين انت تعرف انا مين على حق انت الصعب اللي احنا نكسب بس اسالك سؤال ما انت جيت ازاي جيت طلعت في البيت اصلا انا وبيت ما شفناه البيت اللي هو كان ورا شكلك كنت تستخبي في اي بيت مش مهم لكن الروبوت صح ولا مش عايز يتحول قصدك مره كده ده جيت معانا ليه صح تهت فجيت هنا ولا خفت لا تهت ما هزرش ما انا عارفه ما تهزرش متهرب ايا يكن رجعنا بسلامه وقبضنا على قراصنه ودلوقتي من السجن وبعيد العداله والعبرة اللي انت مفروض ما تعيش كورسات